الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم واصفا بعض أصحابه: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأقواهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لولا علي لهلك عمر، يعرف بعضهم فضل بعض، وينزل كل منهم صاحبه منزلته. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في استكمال وصف أصحابه: وأمين أمتي أبو عبيدة بن الجراح. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وجاءه قوم وطلبوا منه أن يرسل معهم رجلا أمينا حاذقا حكيما يعلمهم الإسلام. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الغداء لأرسلن معكم رجلا أمينا جد أمين شديد الأمانة. واستشرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم ينتظر أن يرسله سيدنا رسول الله. فلما كان الغداء قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا أبا عبيدة فاذهب مع القوم، وأمين أمتي أبو عبيدة بن الجراح، وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم شابا على اليمن. يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، بما تحكم بينهم يا معاذ؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي ولا آلوا. وهنا وقفة. معاذ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اجتهد رأيي ولا أقصر فيما لا أجد فيه نصا من كتاب ولا سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمح لسيدنا معاذ بالاجتهاد حال حياته، ولم يقل له: لا لا تجتهد يا معاذ، ارجع إلي في الصغير والكبير، وإنما قال: اجتهد. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد، بل زكاه وشجعه على ذلك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم أو مسح بيدي على صدر معاذ وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. فديننا دين التفكير ودين الاجتهاد، لا الجمود ولا التحجر. وفي يوم من الأيام يقول سيدنا معاذ بن جبل: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، أركب خلفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. عاد النبي صلى الله عليه وسلم النداء مرة أخرى ومعاذ خلفه: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم سكت برهة: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. كل ذلك لإثارة الانتباه وللتأكيد على أهمية ما سيأتي بعده من الحديث. قال: يا معاذ، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال سيدنا معاذ: الله ورسوله أعلم. قال يا معاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، فإن فعلوا فحق العباد على الله ألا يعذب من مات لا يشرك بالله شيئا. فقال سيدنا معاذ: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم حتى لا يتكلوا. فلما حضرت الوفاة سيدنا معاذ بن جبل حدث بذلك خشية الإثم أن يكون قد كتم شيئا سمعه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأهم للقرآن أبي بن كعب. يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم يوما
يا أبي إني أمرت أن أعرض عليك القرآن. فيقول أبي: علي أنا يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك أنت يا أبي. فيقول أبي: أذكرت لك باسمي يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ذكرت لي باسمك ونسبك في الملأ الأعلى يا أبي. القرآن وأهل القرآن ومكانة أهل القرآن. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل به ألبس والده يوم القيامة تاجا ضوءه أبين من ضوء الشمس في الحياة الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخصته. ويختتم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه هذا وأفعادهم زيد، يتحدث عن سيدنا زيد بن ثابت، وعندما قال صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن عن أربعة، كان منهم سيدنا أبي بن كعب، زيد بن ثابت، سالم مولى أبي حذيفة، عبد الله بن مسعود. هؤلاء هم أصحاب رسول الله، هؤلاء هم الصحب الكرام، هؤلاء الذين قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه، رضوان الله عليهم أجمعين. والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.